يبقى يا ولاد قلنا ينفق معناها يسرف، ومضاد يستفيد يضر. تمام. طيب مفرد التحف التحفة، جمع فندق فنادق. من قائل العبارة السابقة؟ السائح عندما يأتي هنقول العم مفيد، عم بكار اللي هو العم مفيد. حل الكلمات إلى مقاطع صوتية. فندق طبعا متشكلة وسهلة جدا، فن الفاء والنون، الدال فندق كن. طيب سيارة السين والياء علشان الحرف الساكن في الحرف المشدد أوله سكون، سي والحرف الثاني عندي يا را تن، يبقى عندي السين والياء، الياء والألف، الراء، التاء المربوطة. ها نفكر كده ولاد في شبكة المفردات لكلمة السائح. فكرنا يا ولاد السائح شبكة المفردات. السائح يا ولاد عندما يأتي إلى مصر بيعمل إيه؟ هنكتب يزور المتاحف، يأكل في المطاعم، يقيم في الفنادق، يقيم في الفنادق، يستخدم وسائل المواصلات. طبعا يتنزه في المطاعم والحدائق، كل ذلك يا أولاد يوفر إيه؟ يوفر الدخل القومي لمصر ويجعل هناك أكثر من فرص عمل للشباب، آلاف من الفرص العمل للشباب، مما يزيد الدخل القومي لمصر. طيب نحل مع بعض السؤال ده كمان. وهناك آلاف من الشباب يعملون في هذه الفنادق والمطاعم وفي وسائل المواصلات والتجارة والإرشاد السياحي. معنى الإرشاد مضاد هناك مفرد المواصلات. ما فرص العمل التي توفرها السياحة للشباب؟ ما واجبنا نحو السائح؟ يعني إيه الإرشاد يا أولاد؟ التوجيه. مضاد هناك إيه؟ هنا مفرد المواصلات إيه؟ مين شطورة؟ ثانية واحدة معايا يا أولاد. قلنا الإرشاد التوجيه، مضاد هناك هنا، مفرد المواصلات المواصلة، ما فرص العمل التي توفرها السياحة للشباب؟ عندي الإجابة في القطعة، هناك آلاف من الشباب يعملون في الفنادق، في المطاعم، في وسائل المواصلات، في التجارة، في الإرشاد السياحي. يبقى دي فرص عمل تتاح للشباب. واجبنا نحو السياح أن نحسن معاملتهم ونرحب بهم ونبتسم في وجوههم. من الكلمات التي بها حروف ينطق ولا تكتب، ينطق ولا تكتب، عندي إيه يا أولاد؟ أخدناها السنة اللي فاتت. عندي يا أولاد حروف تنطق ولا تكتب. عندي في كلمة هذا، هذه، ذلك، هؤلاء، في ألف كده بتكون موجودة بنطقها بس ما بكتبهاش. طيب عندي تهمل واجبك، أحط إيه؟ أحط عن ولا إلا ولا لا؟ أحط طبعا لا، وده أسلوب إيه؟ ها شاطرين اللي بيقولوا ده أسلوب نهي، لا تهمل واجبك. رجع بكار إلى بيته بعد أن شكر عمه، ثم قال في نفسه ليت لي جناحين أطير بهما في السماء. مرادف رجع عاد، مضاد شكر زم، جمع نفيس نفس نفوس وأنفس. لماذا شكر بكار عمه؟ لأنه أتاح له الفرصة للذهاب إلى الأهرامات
للتنزه والاستمتاع. ما الأمنية التي لم ترد في العبارة لبكار؟ لم تأتي يعني في العبارة. تمني إيه يا أولاد؟ أن يطير على بساط الريح ليشاهد كل مكان وكل معالم مصر. نكمل من البوكلت. لماذا يهتم السائحون بآثار مصر لما لها من قيمة عظيمة وتاريخية؟ متى ذهب بكار إلى الأهرام؟ وماذا شاهد؟ ما أهمية السياحة لمصر؟ ما واجبنا نحو السائحين؟ حلل الاستمتاع وجالس. دول يا أولاد هتحلوهم واجب، وهشوفهم معاكم إن شاء الله بكرة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.